لازم يصير في مفاوضات وناس عاقلين يتدخلوا ويرضوا هيفا، وزينب بتشوف شو بدها تعمل، والا ما تعترف ببنتها. لا بتعتبر إذا اتصلت فيها دايركت بتقبل هيفا ولا بدها اعتذار، ولا هي ما بدها سوشيال ميديا، ولا بتعتبر إنه بس هي قصة سوشيال ميديا الآن؟ هذا شيء ما بعرف، هذا شيء ما خلص أوكي. ما بعرفه. وانا وهيفا مشت يا بعض من سنين وما بحكي معها. ضمنت مع وقت اللي مرضت، وهذا حق علينا كلنا. ولما دخلت المستشفى كتبت عنها وطمنت عليها من خلال امها واختها رولا. بس اشياء ما بعرفها ما بقولها. اتصلوا كذا اوكي، البنت، اهم شيء المعلومات والمعطيات. ما علي، كمان البنت بدها تصالح امها فيها تتصل فيها، ما علي ما علي، رح خليني اقولهم وبقهم من قلبي. طالعه عم بتبروز حالها على السوشيال ميديا، هيدي مش رغبه بنت تلتقي بامها، هيدي في حد دا رغبات تانية. بصراحه بنت طالعه عم تعمل فولورز وعم تعرض وعم بتاجر، هيدي ما بقى بنت بدها امها. بنت بدها امها بتروح تقعد على عتبه الباب وبتترجاها.